إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. إذن اليوم هو الموضوع ديالنا شنو، يعني شنو هو رأيكم في القرار ديال السلطات المحلية هنا داخل إقليم الحسيمة، يعني بعد ما صدروا السلطات بمدينة السلطات المحلية بمدينة الحسيمة تعيد محاضر إدارية تلزم أصحاب ومستغلي المقاهي بعدم ونقل مباريات كرة القدم على شاشة التلفاز بالمقاهي، وذلك الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ودائما في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية في هذا الشأن. وسوف يتم توزيع المحاضر والالتزامات والعمل بهذا الإجراء الاحترازي المستجد بالمقاهي ابتداء من يوم غد الخميس 8 أكتوبر. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا شنو هو الرأي ديالكم حول هذا القرار اللي اتخذته السلطات المحلية هنا داخل مدينة الحسيمة، يعني قرار بمنع أصحاب المقاهي باستعمال على شاشة التلفاز مباريات كرة القدم الوطنية أو الدولية، يعني وذلك لحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ودائما في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية في هذا الشأن طبعا. وغادي يتم توزيع المحاضر والالتزامات والعمل بهذا الإجراء الاحترازي المستجد بالمقاهي ابتداء من غدا إن شاء الله يتم توزيع المحاضر هذه على أصحاب المقاهي، ويكون التزام طبعا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يدي علينا هذا الوباء هذا في أقرب وقت، وترجع الأمور كيف ما كانت من قبل إن شاء الله يا رب. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا كيف جاكم القرار ديال السلطات المحلية هنا داخل مدينة الحسيمة، يعني شفناهم في المدن الأخرى، شفنا يعني في طنجة، شفنا في عدة مدن، والآن جاء الدور على مدينة الحسيمة. يعني السلطات بمدينة الحسيمة تعيد محاضر إدارية تلزم أصحاب ومستغل المقاهي بعدم ونقل مباريات كرة القدم على شاشة التلفاز بالمقاهي، وذلك لحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ودائما في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية في هذا الشأن. وسوف يتم توزيع المحاضر والالتزامات والعمل بهذا الإجراء الاحترازي المستجد بالمقاهي ابتداء من يوم غد الخميس 8 أكتوبر. القرار هذا ما غاديش يعجب طبعا شي وحدين، يعني أصحاب المقاهي، ولكن هذا الشيء راه في مصلحتنا وفي مصلحة الساكنة، لأنه حنا كنعرفوا الأماكن العمومية، يعني المقاهي فاش كيكونوا مقابلات، كيكونوا يعني كيكون الاكتظاظ، كيكون الزحام، يعني خوفا. هذا القرار اللي اخذته السلطات يعني خوفا على الساكنه، خوفا على المواطنين ديال هذه الساكنه هذه. والحد من انتشار هذا الفيروس هذا، الحمد لله ولله الحمد، الحمد لله ولله الحمد، السلطات المحلية هنا داخل إقليم الحسيمة منذ تفشي هذا الوباء هذا، يعني الحمد لله كنشوفوا الناس ديال السلطات ومختلف الأجهزة الأمنية يعني كيعملوا كل ما في جهدهم، ويوميا كنشوفوا حملات تحسيسية من طرف الناس ديال السلطات، جمعية المجتمع المدني طبعا، في الصباح في المساء بالليل، وكيتم توزيع حتى الكمامات على المواطنين، حتى
تحية كبيرة لنزيه السلطات وعلى رأسهم سيد عامل إقليم الحسيمة، وأيضا منساوش يعني ساكنة الحسيمة اللي صراحة منذ تفشي هذا الوباء في بلادنا يعني في عهد الحجر الصحي، فاش كان الحجر الصحي ساكنة الحسيمة كانت ملتزمة بالحجر الصحي وملتزمة بالتعليمات ديال الأطباء وما كانوش كيخرجوا إلا للضرورة، هذا الشيء شفناه. وساكنة الحسيمة تعتى بهم مثل، برافو ساكنة الحسيمة على هاد الروح التضامن والتعاون ديالهم والتضامن ديالهم. تحية كبيرة للساكنة الحسيمة وكنقولوا لهم الله يعطيكم الصحة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا كيفاش جاكم القرار ديال السلطات المحلية هنا داخل إقليم الحسيمة، شنو هو رأيكم بعد ما السلطات هنا داخل مدينة الحسيمة يعني قرات يعني عدم نقل مباريات كرة القدم الوطنية والدولية على شاشات التلفاز؟ يعني حنا كنعرفوا بأنه فاش كيكونوا مباريات قوية، يعني كاينين مباريات جايين مباريات قوية لا في البطولة الوطنية يعني في مباريات حاسمة، وكان لقاءات الدوري الإسباني، كان يعني دوريات دولية مختلفة، يعني احنا كنعرفوا بأنه كيكون شوية ديال الزحام، كيكون شوية ديال الاكتظاظ، كيكون شوية ديال التخالط، يقدر غير واحد في المقهى يقدر لا قدر الله يكون مصاب ويعاديك انت وتدخل على وليداتك وتدخل على والديك الا كانوا مرض تعاديهم، الله يستر هادشي اللي ما كنتمناوش. يعني هذا القرار اللي اتخذته السلطات المحليه هنا داخل مدينه الحسيمه قرارا كان في محله، صراحه كان قرارا في محله، بانه كما قلت الناس ديال السلطات هنا داخل اقليم الحسيمه راه يعني كيعمل واحد المجهود جبار، واحد المجهود كبير بزاف اخوتي، راه يوميا كنشوفوهم في حملات تاسيسيه في الاسواق، في الفضاءات العموميه، في الشواطئ، في المقاهي والى غير ذلك. طبعا كيقوموا بحملات تاسيسيه وتوزيع الكمامات على المواطنين صراحه. وما نساوش ايضا جميع الاجهزه الامنيه وجمعيه المجتمع المدني، تحيه كبيره اخوتي لهاد الناس هادو. اذا باش نحميو ريوسنا ونصبروا شويه، وان شاء الله راه الفرج قريب، ان شاء الله راه الفرج قريب، خاصنا نحميو ريوسنا ونحميو عائلتنا ونحميو وليداتنا ونحميو بلادنا من هذا الفيروس هذا، من هذا المصيبه هذه ديال كورونا هذه. نزيدوا نصبروا اخوتي، ونزيدوا نديروا نصبروا ونعملوا اليد في اليد، ونتحدوا مع بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا ونتبعوا التعليمات ديال السلطات، وان شاء الله ما يكون غير الخير، ان شاء الله ما يكون غير الخير، والفرج راه قريب اخوتي، الفرج راه قريب. راه هذا القرار اللي اتخذته السلطات المحليه هنا داخل مدينه الحسيمه راه قرار في محله، خوفا على ساكنه الحسيمه وخوفا عليكم انتوما، خوفا عليكم انتوما. خوفا عليكم انتوما من هذا الفيروس القتال، من هذه المصيبه ديال كورونا. راه ما غاديش يبقى ديما، ولا راه اسبوع ولا اسبوعين ولا 15 يوم ان شاء الله، بما يدي علينا الله هذا الوباء هذا في مره، وان شاء الله غترجع الامور كيف ما كانت من قبل. اذا كما قلت السلطات المحليه هنا بمدينه الحسيمه تعيد محاضر اداريه تلزم اصحاب ومستغلي المقاهي بعدما ونقل بعدم ونقل مباريات كرة القدم على شاشة التلفاز بالمقاهي، وذلك الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ودائما في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات
المحلية في هذا الشأن، وسوف يتم توزيع المحاضر والالتزامات والعمل بهذا الإجراء الاحترازي المستجد بالمقاهي ابتداء من يوم غدا، من يوم غد الخميس 8 أكتوبر. رحيمو قلت لك أمن حسن، قلت لك كاك حسن. علاش يعني هادشي كله في مصلحتنا وفي مصلحة الساكنة وفي مصلحة دوك الناس اللي كيمشيو وكيتفرجوا، يعني كتلقى شي وحدين ماشي لكل شيء. يعني كما قلت بان راه كاين واحد فئة كبيرة من ساكنة الحسيمة ملتزمين بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافات الأمان وعاملين الكمامة ديالهم. راه قلت بأنه ساكنة الحسيمة كيضرب بهم مثل في الالتزام ومتبعين التعليمات ديال السلطات بالحرف الواحد، ولكن كاين شي وحدين الله يهديهم يعني كيدخل القهوة هذا يقدر هذاك شي واحد يكون مصاب فيك، يعادي هذاك ويعادي هذاك ويمشي تعاديهم ويمشي لاخر، يمشي لدارو عنده وليداتو صغار او لا عنده امو او لا عنده با مريض عنده والديه مريض ويمشي عاديهم. وعلاش؟ لهذا القرار ديال السلطات كان في محله، خوفا على الساكنة خوفا على المواطنين من داخل إقليم الحسيمة، يعني قرات وذلك من حد انتشار وباء كورونا المستجد، ودائما في إطار التدابير الاحترازية التي قرات السلطات العموميه في هذا الشأن. وكما قلت غادي يتم توزيع المحاضر والتزامات لأصحاب المقاهي ابتداء من يوم غد الخميس 8 أكتوبر. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يدي علينا هذا الوباء هذا في أقرب وقت وترجع الأمور كيف ما كانت من قبل إن شاء الله يا رب. أخت كنزة اللهم أمين يا رب. الأخت كنزة سلام خويا زدين، إذن مشاهدي قناة شوف تي في قولوا لنا شنو هو الرأي ديالكم قرار ديال السلطات المحلية هنا داخل مدينة الحسيمة بعد ما قرروا السلطات المحلية يعني منع نقل مباريات جميع المباريات الوطنية والدولية على شاشة التلفاز جميع المقاهي، وهادشي كله غير باش يحدوا من انتشار هذا الوباء هذا المستجد في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المحلية عفوا في هذا الشأن. وغادي يتم توزيع المحاضر طبعا والتزامات والعمل بهذا الإجراء الاحترازي على أصحاب المقاهي ابتداء ان شاء الله من يوم غدا خميس 8 أكتوبر. كنتمنىهم الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت وترجع الامور كيف ما كانت من قبل ان شاء الله يا ربي.
وكما قلت القرار ديال السلطات، القرار كان في محله، قرار كان في محله باش نحدو من هاد انتشار هاد الوباء هذا. و السلطات ما عملت هاد الشيء هذا الا ولو الا خوفا علينا وخوفا على هاد الساكنة هادي. تحية كبيرة اخوتي الناس ديال السلطات، تحية كبيرة اخوتي للجمعيات والناس ديال المجتمع المدني هنا داخل اقليم الحسيمة، تحية كبيرة للاطباء المغاربة، تحية كبيرة لساكنة الحسيمة اللي بينوا على الوعي ديالهم، تحية كبيرة تحية كبيرة كبيرة اخوتي ساكنة الحسيمة. وكنبغي نشكروهم، كنبغي نشكروهم على هذا الروح التضامن والتعاون ديالهم والتفاهم ديالهم. وكنقولوا لساكنة الحسيمة وكنقولوا لأهل الريف الله يعطيكم الصحة. عصام قال لك قرار في محله طبعا القرار هذا ما غاديش يطول بزاف، يعني كما قلت اسبوعين او 3 اسابيع، وان شاء الله غترجع الامور كيف ما كانت من قبل. وهذيك الساعه راه نمشيو نتفرجوا في المقاهي، يعني نمشيو نتفرجوا في المقابلات بشكل عادي. هذا الشيء غير خوفا على الساكنه وذلك لحد من انتشار هذا الوباء هذا ديال كورونا هذا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا شنو هو الرأي ديالكم حول هذا القرار هذا، قرار طبعا ديال السلطات المحلية على أصحاب المقاهي بعدم نقل مباريات كرة القدم، مباريات الوطنية والدولية، خوفا من انتشار فيروس كورونا. لهذا قررت السلطات المحلية هنا بمدينة الحسيمة على جميع أصحاب المقاهي عدم نقل أي مباراة كرة القدم، سواء كانت مباريات وطنية أو دولية، وهذا الشيء كله حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة الساكنات. وطبعا كما قلنا بأن السلطات المحلية هنا داخل إقليم الحسيمة عاملين داك الشيء اللي خاصو يتعمل، وعاملين أكثر من جهدهم، وغادي نقولوها ونعاود نقولوها. يعني احنا كطاقم قناة شوف تي في يوميا او يعني كنكونوا حاضرين مع الناس ديال السلطات ومع الناس جمعيات المجتمع المدني، يعني يوميا كيكونوا حملات تحسيسية في الأسواق، في الفضاءات العمومية، في الشواطئ والى غير ذلك. وكيتم يعني توزيع الكمامات على المواطنين في الاسواق من طرف الناس ديال السلطات. هاد الحملات هادو راه كيقوموا بها يعني السيد الباشا مدينه الحسيمه هو براسه، يعني ولا السيد المقاطعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه او الرابعه والاعوان ديال السلطات ورجال الامن والقوات المساعده ومختلف الاجهزه الامنيه يوميا كيعملوا يعني حملات تحسيسية في الصباح، يعني في العشية، بالليل،
وكيتم توزيع الكمامات على المواطنين. يعني هذا هذه مبادرة رائعة ومبادرة جميلة من طرف الناس ديال السلطات. منذ تفشي هذا الوباء هذا أزيد من 8 أشهر، الناس صراحة اللي الله يحسن عوانهم، الناس ديال السلطات أخوتي راه الله يحسن عوانهم. أنا كنشوفهم يوميا في الأسواق، وكنشوفهم فضاءات عمومية، عملت حملات تحسيسية كيقوموا بها، وكيتم توزيع الكمامات على المواطنين. صراحة هذا الشيء اللي عاملينه الناس ديال السلطات هنا داخل إقليم الحسيمة راه كيضرب به مثال. سنفعوهم نفعو ليهم القبعة. بهذه المناسبة هذه كنبغي نشكروا السيد عامل إقليم الحسيمة اللي صراحة عامل واحد المجهود كبير. يعني يوميا كنشوفوه يعني هو براسه، كنشوفوه يعني كنشوفوه يعني كنشوفوه بالنهار كنشوفوه بالليل. شاف شي مواطن ما عامش الكمامة كيهضر معاه هو براسه، كيقول ليه الله يخليك أولدي. يعني واحد طيبوبة، يعني السيد العامل واحد يعني واحد إنسان طيب، واحد إنسان حنون، يعني وكل شيء كيحترموه هنا داخل إقليم الحسيمة، وكل شيء كيحترموه هنا داخل مدينة الحسيمة. صراحة يعني هذا السيد هذا واحد السيد حنين، يعني بحال الأب ديالنا. يعني كنشوفو شحال مرة واقف بالطوموبيلة ديالو الشخصية كيهضر مع المواطن كيقول ليه الله يخليك أبنتي، الله يخليك أولدي، دير الكمامة ديالك بشكل صحيح، راه هاد الفيروس هذا راه كاين، تقدر تعادي به راسك وتقدر تعادي به عائلتك، دير الكمامة. أو بعض المرات كنشوفو هو كيعطي الكمامة، كنشوفو هو بعض المرات كينزلها كبطول شي واحد ما عندوش الكمامة أو لا ما عندوش، يعني كيجبد هو كيعطيها الكمامة. تحية كبيرة للسي فريد عامل إقليم الحسيمة، تحية كبيرة لهذا السيد هذا خوتي، تحية كبيرة السيد عامل إقليم الحسيمة السي فريد. والسلطات المحلية وجميع ومختلف الأجهزة الأمنية يعني صراحة قايمين بالواجب ديالهم وعاملين داكشي اللي خاصو يتعمل. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا كيفاش جاكم القرار ديال السلطات المحلية هنا داخل مدينة الحسيمة، اللي طبعا ابتداء من غد الخميس 8 أكتوبر غيتم توزيع المحاضر طبعا على أصحاب والتزامات على أصحاب المقاهي بعدم نقل مباريات كرة القدم الوطنية أو الدولية. هادشي كله حفاظا على سلامة المواطنين ديال هاد سلامة المواطنين ديال هاد المدينة هادي وسلامة الساكنة من هاد الفيروس. وهذا القرار ما غاديش يطول، يعني جوج الأسابيع أو ثلاثة ديال الأسابيع حد ما يعني بحد ما يعني هاد الفيروس هذا ما غاديش يبقى، غادي ينقص وإن شاء الله غترجع الأمور كيف ما كانت من قبل. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كان معكم أخوكم سلام هنا من مدينة الحسيمة في هاد الدردشة الليلية. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.